عندنا انه الذكرى ديال النصيره الخضراء، الذكرى ديال 43، بان كنعملوا احتفال ديالنا سياحيه ورواجيه بالمناصات في المدينه طنجة. وقررنا بالمدينه الجمعيه الوطنيه كل سنه نعملوها في المدينه، كل مره ننتقلوا للمدينه باش نحركوا اشعال ديال البلاد ديال السياحه وديكذا، باش ندخلوا الناس ديال السياحيه سواء السياحه الداخليه او الخارجيه. تقريبا 20 عام في هذه المهنه، هذه المسابقه اللي تقريبا حنا من 2002 حنا كنشاركوا هيدا في هذه المسابقه، من بعد انقطعت واحد المده طويله تقريبا العام اللي فات 2017. كماريرو هذه تقريبا 11 سنة دوز جميع المراحل، وهذه المسابقة زعما كتشرف كاماريروس كاملين، وكنتمنوا يكون شي مساندة من طرف الجمعية ويكون تحسين على جميع القطور ديال القطور المسؤولة على هذا الميدان، وكنتمنوا هذا الشيء يتقدم سنويا ويكون تحسين. فرحان حيت احتليت المرتبه الاولى في نوادي مدينه طنجه، فرحان بزاف هادشي اللي غنقول لك. المهم الشعور ديالي والاصدقاء ديالي وحنا هازين واحد لاطوف اللي دينا، راه كنت كلكم شاهدتوا كيفاش جرات المسابقه، ووفقني الله واحتليت.